قادتني الوجهة هذه المرة إلى حيث أشعر بالراحة والجمال، إلى مكان تستكين الروح وتطيب فيه، حيث زقزقة العصافير على أنغام خرير المياه العذبة، مياه زرقاء صافية تحرسها جبال خضراء شاهقة. ترى الناس يتأملون بدهشة جمال المكان ويحتسون كأس شاي مغربي تطواني على شرفة مقهى تقليدي، حين تقصد العين الزرقاء بتطوان تشعر كأنك في عالم مختلف عما أنت فيه، تنسيك هموم الحياة.